انت مع انهم يوقفون خانه الحارس استقطاب حارس اجنبي؟ يعني مع. انا ودي اليوم قبل بكره انه ما يكون في حارس اجنبي، بالعكس يعني عشان انت قاعد تضر المنتخب. يمكن في عندي ما ميب جايبه حراس اجانب، بس انك قاعد تضرهم يعني كمنتخب. انا اشوف يعني خانات كثير يعني متضرره، بس خلاص يعني لازم تقبل الامر.